السلام عليكم. القدس وحيدة ومنزوعة الدعم العربي في مواجهة آلة عسكرية وسياسية وأمنية إسرائيلية لا تهدأ، وعالم إسلامي فقد ذاكرته ويتلو بصمت مريب بيان اعتكافه خارج أسوار المسجد الأقصى في لحظة زهد سياسي واستراتيجي قاتلة. وبين القدس وأقصاها ترتع إسرائيل وتمارس طقوس التهام قلب العرب والمسلمين تحت ضوء الشمس وفي رابعة النهار. مئات الوحدات السكنية وقتل وتهويد واعتقال هي مفردات تكمل لوحة القضم الإسرائيلي البطيء للقدس والمسجد الأقصى. آخر وأخطر هذه الأعمال إغلاق الأقصى للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن في وجه المسلمين، ثم وضع بوابات إلكترونية وثالثة الأثاث فتح الطريق أمام المستوطنين لاقتحام باحة المسجد. هذا من الجانب الإسرائيلي. أما من الجانب العربي والإسلامي، فباستثناء إدانات رسمية لعدد صغير من الدول، بدا العالمان العربي والإسلامي وكأن على رأسهما الطير. فهل هي اللحظة المناسبة الإسرائيلية المناسبة لأخذ خطوة واسعة على طريق تهويد القدس والأقصى؟ وهل ستأتلف قلوب العرب حول القدس بعد الصفعة الصهيونية في الأقصى؟ وإلى أي حد بات عبء مواجهة الكيان الصهيوني محصورا في الفلسطينيين أنفسهم؟ وما خطورة ذلك؟ وما خيارات الفلسطينيين في هذه المواجهة إذن؟ هذه أبرز أسئلة حلقة اليوم من حديث العرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. مزيد من الضوء على هذا الموضوع في تقرير محمد وهبة. لا ترقى لمستوى جسامة الحدث، هكذا وصفت ردود الفعل العربية والإسلامية إزاء ما يجري في القدس والمسجد الأقصى. فأولى القبلتين وثالث الحرمين مغلق أمام المصلين، والاحتلال الصهيوني يفرض إجراءات أمنية تعسفية تتضمن بوابات تفتيش إلكترونية على أبواب الحرم القدسي تحكم الخناق عليه، بينما يصرح وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان أن المسجد الأقصى يقع تحت السيادة الإسرائيلية. إجراءات أعلن الفلسطينيون رفضها، متمسكين بحقهم في دخول المسجد الأقصى دون قيود، بينما العرب منشغلون بحروبهم الداخلية وصراعاتهم الإقليمية التي حولت الملايين منهم إلى لاجئين، ما دفع المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إلى القول إن المواقف العربية الهزيلة ربما تهيئ الأجواء لاستكمال مخططات الاحتلال بشأن تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود. في حين أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الخارجية أن الحاجة ملحة الآن إلى موقف عربي استراتيجي وليس تكتيكياً أو إعلامياً. الإجراءات الصهيونية تأتي إثر اشتباك وقع في باحات الحرم قبل أيام قتل فيه 3 فلسطينيين و2 من جنود الاحتلال، إلا أن الحدث بتفاصيله لا ينفصل عن الاستراتيجية التي ينتهجها الصهاينة لتهويد القدس منذ احتلالهم لها. تلك الاستراتيجية التي هجر بمقتضاها آلاف المقدسيين وصودرت أراضيهم، بينما أفقر من بقي منهم في المدينة سعياً لإجبارهم على الرحيل، حتى بلغت نسبة الفقر بين الفلسطينيين في القدس 80%. إزاء ذلك تبدو خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الآلة الإسرائيلية محدودة نسبياً، وربما تقتصر في هذه المرحلة على مواصلة الحراك الجماهيري وشد الرحال إلى الأقصى دفاعاً عن ثوابته وتصعيد عمليات المقاومة ضد الاحتلال، آملين أن يغير ذلك من معادلات الصراع في فلسطين والمنطقة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ صلاح العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وعبر الهاتف من لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، وعبر الهاتف أيضا من مسقط العاصمة العمانية الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. معك أبدأ أستاذ صلاح. إغلاق المسجد الأقصى بعد 49 عاما على إغلاقه في فترة الاحتلال، و بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، اقتحام من قبل المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وتدنيسه، كيف تفهم هذه الإجراءات الإسرائيلية في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
الحقيقة كثير من السيناريوهات تحدث عنها الإسرائيليون في السنوات الماضية حول الأقصى، مسمينه برميل البارود، المنطقة القابلة للاشتعال، بل وقابلة لإشعال المنطقة كلها وليس فقط القدس. السيناريوهات التي وضعوها هي حدوث حدث معين في باحات المسجد الأقصى، ولا يهم كان بالنسبة لهم هذا الحدث يكون بادر له فلسطيني كما حصل في العملية الأخيرة، أو بادر له متطرف يهودي كما حصل عام 69 وتم إحراق المسجد الأقصى. فكان هناك مجموعات يهودية تم اعتقالها، حاولت تفجير قبة الصخرة، وحاولت تفجير قبة الصخرة بواسطة طائرة بدون طيار. هذه عدة محاولات حصلت في السنوات قبل أكثر من 10 سنوات، يعني على فترات متباعدة، لكن كان هذا هو السيناريو المتوقع عموما. لكن ما يميز هذه المرحلة أن حكومة الاحتلال الآن تشارك فيها أحزاب من تلك الأحزاب التي تسعى لهدم الأقصى أساسا وبناء الهيكل، وهذا ما يميز هذه المرحلة ويجعلها أكثر خطورة وأكثر حساسية. حكومة الاحتلال الحالية كما تابعنا خلال السنة الماضية زادت نسبة اليهود المستوطنين المقتحمين لداخل المسجد الأقصى بشكل كبير، حتى وصل أكثر من 15,000 مستوطن دخلوا المسجد الأقصى خلال السنة الماضية على برنامج متقطع، وهو أثير حوله ضجة أيامها بأن هذا تقسيم زماني ومكاني، حيث كان يحظر على المسلمين في أوقات محددة دخول الأقصى لتسهيل دخول هؤلاء المستوطنين، لأنهم كانوا يواجهوا باحتجاجات من المصلين المسلمين في داخل الأقصى. هذه كانت إجراءات متصاعدة من قبل حكومة الاحتلال التي يشارك فيها الآن وزراء وأعضاء كنيست من جماعة أمناء جبل الهيكل وعطيرة كهنيم وجماعات تدعو لبناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى. وبالتالي هذه الخطوة الآن من الحكومة لوضع البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن تأتي في إطار تسهيل مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. ماذا يعني وضع البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى؟ يعني تلقائياً حذف نصف 50% من المصلين المسلمين تلقائياً، لأن هذه البوابات ستخلق إزعاج لكل من يريد أن يأتي إلى المسجد الأقصى. هذه البوابات لن تسمح لفرق العمل التي تعمل للترميم داخل المسجد الأقصى، هذه البوابات ستردع كل امرأة تريد الدخول إلى الأقصى من أنه سيقال لها اخلعي ملابسك أو اكشفي المعادن التي موجودة داخل عباءتك، وبالتالي ستفكر المرة التالية هل ستأتي إلى الأقصى أم لا. هذه الإجراءات ستردع أي شاب يدخل إلى الأقصى وسيقال له اخلع حزامك أو ادخل إلى غرفة التفتيش العاري أو كل هذه الإجراءات، وبالتالي كل مصلي ممن يأتي من المصلين ومن المرابطين من أهلنا في القدس أهل بيت المقدس إلى المسجد الأقصى سيعرف بأنه قادم إلى المسجد الأقصى في ظل إجراءات مشددة وفي ظل مضايقات، وبالتالي مع الزمن سيفكر 1,000 مرة قبل أن يذهب للصلاة في المسجد الأقصى. وهذه الإجراءات بالمناسبة مطبقة في كل القدس وليس في المسجد الأقصى، لكن الجديد هو وضع هذه البوابات على المسجد الأقصى، لأنه لا يعني أن عدم وجود البوابات على أبواب المسجد الأقصى كانت الأمور تسير بسلاسة وبدون أي معيقات سابقا، لكن أهل القدس تعودوا على المواجهة اليومية وعلى تحمل المعاناة من أجل البقاء في الأقصى والصمود في المسجد الأقصى وعدم تسليمه لليهود. التعرض بالكلاب، كلاب البوليسية، التعرض بالخيل، بخيل البوليس، والتعرض للتفتيش للشباب، التفتيش الانتقائي وإيقافهم على الجدران وأيديهم مرفوعة لساعات طويلة والتفتيش المهين، وكل هذا الغاية منه تقليص عدد المسلمين القادمين للصلاة في المسجد الأقصى والمتواجدين في البلدة القديمة، إضافة إلى مضايقة التجار وإجبارهم على إخلاء محلاتهم التجارية في أزقة البلدة القديمة، بل وكل أحياء القدس الآن يتعرضون إلى تفتيشات ليلية الهدف منها
وفق التقارير الصحفية الإسرائيلية ووفق المنظمات الحقوقية الإسرائيلية نفسها، الهدف منها تهجير المقدسيين من القدس. فإذا نظرنا إلى هذه الإجراءات وأسقطناها على القدس، على المسجد الأقصى نفسه من خلال هذه البوابات، فالمقصود هو فعلا احتلال جديد للمسجد الأقصى وإخلاءه من المصلين تمهيدا لتنفيذ أجندتهم من بناء الهيكل. سنبحث هذا الموضوع. قبل ذلك أريد أن أذهب إلى لندن مع الأستاذ محمد العربي زيتوت. في أي سياق عربي وإقليمي يمكن وضع هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس عموما والأقصى خصوصا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذه الإجراءات تأتي في وضع إقليمي ودولي مثالي بالنسبة لإسرائيل. فدوليا هناك على رأس أكبر قوى الولايات المتحدة ترامب الذي يناصر إسرائيل بلا تحفظ، وفي موسكو هناك أيضا حليف لإسرائيل، وإن اختلف معها في بعض ربما النقاط البسيطة على سوريا ولكنه حليف كبير. في الهند مثلا الذي زار رئيس وزرائها لإسرائيل قبل أيام وطبعها وبطبيعتها داعمة لإسرائيل بشكل أو بآخر. إذن دوليا الوضع مثالي، لكن الوضع أكثر مثالية في الحقيقة بالنسبة للوضع الإقليمي العربي. فهناك الجيوش العربية إما تحارب جيرانها وتقتلهم وتقصفهم كما يحدث في العراق وسوريا واليمن، وإما جيوش الدول تقتل شعوبها بوضوح. إذن بالنسبة لإسرائيل هذا وضع مثالي. إسرائيل ساهم في ضرب الثورات العربية وخاصة بالانقلاب في مصر وبالاتيان بالسيسي مع بعض أمراء الخليج، وبما أنها استطاعت تقلب الأوضاع في مصر قلبت الأوضاع في بلدان أخرى، وأصبحت هي التي تقريبا الآن يتقرب منها الأمراء والحكام والجنرالات لكي تساعدهم على السيطرة على شعوبهم وأحيانا للوصول إلى الحكم. نعم، في هذا السياق ذاته يريد أن أسأل الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. في سياق السؤال ذاته دكتور عبد الله، هل إسرائيل أقدمت على هذه الإجراءات التي وصفها كثير من المراقبين خطيرة وهي بالفعل خطيرة في لجسد نبض العرب، أم أنها مطمئنة إلى أنه لن تكون هناك رد فعل، لن يكون هناك رد فعل عربي حقيقي ومناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا بالزملاء الكرام في هذا البرنامج وبالمشاهدين الأعزاء. ابتداء لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى ما يحدث الآن في المسجد الأقصى وحوله بمعزل عما يجري في هذه المنطقة على المستوى الإقليمي. أنا أحسب أن ما يحدث اليوم في الأقصى هو استحقاق تاريخي، هو يعني التطور الطبيعي الذي أمضت إليه المراحل يعني السابقة. ما ينبغي أن نغرق في التفاصيل، ما ينبغي أن نعنى كثيرا بالإجراءات، وإنما ينبغي أن ننظر إلى الصورة في إطارها الاستراتيجي. القضية الفلسطينية مرت بمراحل متعددة، أول هذه المراحل إذا استثنينا ما قبل ذلك، لكن أولها بعد إعلان إسرائيل رسميا في عام 48 والحروب العبثية العربية 48 67 73 والتي لم تكن أكثر من حروب تحريك يراد لها أن تحقق أهداف معينة وغايات معينة. أبرز هذه الغايات إيصال الرأي العام العربي إلى قناعة مفادها أن إسرائيل قوية وباقية ومن العسير طهرها، بدليل أن احنا خضنا مع إسرائيل هذه الحروب المتعددة، جيوش عربية متعددة في 48، أكثر من جيشين عربيين في 67، عدة جيوش شاركت في 73 ثم 82 والنتيجة واحدة. إذن فليفهم الرأي العام العربي والرأي العام المسلم أن هذه النبتة لا يمكن اقتلاعها، هذه كانت إحدى المقاصد من هذه الحروب العبثية. وبالتالي بعد حرب يعني 73 وابتداء من يعني 79 ويعني ما تلاها من معاهدات وإلى آخره كانت الأمور تسير نحو التسوية. يعني هذا المخطط الذي وضع، نحن نعلم أن النظام العربي الحالي هو إفراز من إفرازات النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا مخطط التسوية أخطأ وفشل واصطدم بحوائط قد كثيرة، كان أبرز التحولات التي حدثت في هذا المسار هو ظهور حماس
على المستوى التنظيمي في عام 87، وحماس اليوم تعطي كل مشاريع التسوية. إذن ما يحدث اليوم في المسجد الأقصى حتى لا أورد في التاريخ، ما يحدث هو استحقاقات مرحلية قد خططت لها إسرائيل وخطط لها النظام العالمي. الآن يراد إغلاق الملف الفلسطيني وتسوية القضية الفلسطينية، ولكن هناك جملة من العوامل التي تحول دون ذلك. أول هذه العوامل هذه الروح الجهادية المتوهجة سواء في الشعب الفلسطيني أو في الشعوب العربية القاطبة. ثاني هذه العوامل هو وجود حماس ككيان تنظيمي بثقله السياسي وثقله العسكري الذي يقف قائد صف أمام المخطط الصهيوني وأمام المخطط العربي الداعم للمخطط الصهيوني. وثالث هذه العوامل التي تحبط هذا المشروع هو هذا الراي العام العربي الذي يعيش حالة من الوعي غير مسبوقة. فأنا أكثر إذا نظرنا إلى الصورة في إطارها الاستراتيجي، أنا أظن هذا استحقاقات. ما يحدث اليوم هو تطور تاريخي طبيعي قد زرعت يعني بذوره منذ أمد بعيد، واليهود الآن يحصدون يعني هذه الثمار. ولكن هذه الروح الجهادية المتوهجة في داخل الشعب الفلسطيني بدعم من حماس، حماس في حد ذاتها كحائط تنظيم عسكري سياسي، الرأي العام العربي، وإلا فإن الوضع السياسي العربي اليوم هذا ما يحسب اليهود. الوضع السياسي العربي اليوم يعني في أسوأ حالاته، في حالة انهيار كلي أو شبه كلي، وبالتالي تحسب إسرائيل أنها يمكن أن تمرر هذه المخططات وأن يعني تسيطر سيطرة كاملة على الأقصى في ظل هذه الأوضاع العربية المتردية وهذا النظام العربي الرسمي المتآمر أصلاً. نحن شهدنا لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي دول عربية خليجية تدعو إلى الاقتراب من إسرائيل وتدعو إلى وصف المقاومة بأنها مقاومة إرهابية، وبالتالي ينبغي الإحاطة بها وينبغي يعني التصدي لها يعني تمهيدا لهذه التسوية. نعم. إذن ما يحدث اليوم هو يعني انعكاس لهذا الوضع الإقليمي العربي المنهار، ولكن كما قلت أن المخطط لن ينفذ ولن تستطيع إسرائيل أن تصل إلى غاياتها وتغاها في ظل حوائج الصدم التي أشرت إليها. نعم أستاذ صلاح، إلى أي على صعيد تحليل السياسة الإسرائيلية إلى أي حد يمكن تفسير هذا السلوك الإسرائيلي على أنه تحول نوعي في السياسة الصهيونية الإسرائيلية تجاه القدس والمسجد الأقصى؟ هو على الصعيد السياسي الداخلي الإسرائيلي، وما ذكرته سابقا أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية وفي العقود الأخيرة منذ بداية التسعينات تمضي الحكومة باتجاه اليمين، وأغلبية الكنيسة الصهيوني أو البرلمان الصهيوني المسمى الكنيسة أغلبيته هي من اليمين ومن الأحزاب المتدينة المؤمنة ببناء الهيكل مكان المسجد الأقصى. فهذا تحول حقيقي، هذا تحول اجتماعي وسياسي داخل المجتمع الصهيوني، وهو أفرز انعكاساته على الجهاز السياسي للدولة في قيادة الأحزاب وفي شكل الأحزاب المركبة للحكومة والمركبة للبرلمان الإسرائيلي. وانعكس هذا على أعضاء في الحكومة كوزراء كانوا ممن اقتحموا المسجد الأقصى خلال السنة الماضية. هذا التحول حصل في داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن التحول الآخر والأهم والذي يعطي ضوء أخضر لهذه التحولات اليمينية الدينية في المجتمع الصهيوني لتمضي قدما في مشروعها تجاه المسجد الأقصى هي التحولات التي حصلت في المنطقة. في بداية ما يسمى الربيع العربي كان هناك صدمة لدى المجتمع الصهيوني من الأحداث في الربيع العربي، وقالوا أن هذا خريف إسلامي وأن هذا يهدد مستقبل إسرائيل. لكن منذ أن بدأ الانقلاب على الربيع العربي وتصاعد هذا الانقلاب على الربيع العربي وحصلت هناك انقلابات عسكرية وعادت أنظمة سقطت عادت من جديد للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني و للحديث عنه كحليف اقتصادي وحليف عسكري وحليف أمني في المنطقة، بل ووصلت إلى تعديل المناهج التدريسية فيما يخص العلاقة مع الاحتلال الصهيوني، ووصلت الأمور بعد ذلك إلى إعادة صياغة الأعداء والحلفاء والأصدقاء في المنطقة بناء على العقلية الصهيونية. وهذا ما عبر عنه نتنياهو، عبر عنه يعلون، وأكثر من قائد إسرائيلي
وخصوصا بعد أزمة قطر الأخيرة، أن حلفائنا العرب في النهاية عرفوا من هو عدوهم ومن هو صديقهم، وبالتالي يعني هذه التحولات أستاذ صلاح، يعني أريد أن نذهب إلى الفاصل أرجو الاختصار، هذه التحولات إلى أي درجة كمراقب للشأن الإسرائيلي يوجد بالإعلام ووسائل ومراكز الأبحاث والدراسات وحتى على مستوى القرارات الحكومة، إلى أي درجة يوجد شعور بالقوة وبالقدرة على البطش، وبالتالي هم أقرب ما يكون إلى تحقيق مشروعهم في السيطرة على المسجد الأقصى؟ نعم، هذا يعبر عنه تصريحات رئيس الحكومة أكثر من مراكز الدراسات. مراكز الدراسات تميل إلى العقلانية أكثر، لكنها نفسها تقول بأن الحكومة لم تعد تسمع إلى مراكز الدراسات ولم تعد تسمع إلى الجهة المهنية في الأجهزة الحكومية. يعني مثلا الشباك والجيش الآن يقولون لنتنياهو أزيل البوابات الإلكترونية من أبواب الأقصى حتى لا تنفجر الأمور ولا نستطيع السيطرة عليها، ولكن الوزراء من الأحزاب الدينية الذين لا يؤمنون برؤية الشباك ورؤية الأجهزة المهنية في الدولة يؤمنون بالعقيدة الدينية وأنه لا بد واستغلال الظرف العربي الآن وأن العرب مفككين ويخوضون حروب داخلية وأن الفرصة مواتية الآن لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ولن يقف أمامنا أحد، وبالتالي هذا التعبير الحقيقي عن الواقع. وهنا تكمن أهمية التساؤل عن سبب الفتور الذي قوبل به من جانب العرب، الذي قوبلت به هذه الإجراءات الإسرائيلية، هو ما سأتحدث مع الأستاذ في لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت، ولكن بعد الفاصل لنا عودة بعد فاصل قصير. أسعدكم الله وأهلا بكم من جديد في الحديث عن ماذا وراء إغلاق المسجد الأقصى. قبل استئناف الحديث نتوقف مع التقرير التالي الذي يرصد أبرز محطات تهويد القدس إلى جانب سلسلة إجراءات صهيونية ضد المسجد الأقصى. محمد عربي زيتوت في لندن، يعني تابعنا التقرير باستثناء إدانة من قطر والأردن أدانا فيها وطلبا بفتح الأقصى أمام المصلين واستنكار تقليدي من الجامعة العربية، باستثناء كل ذلك كان الموقف العربي الرسمي وحتى الشعبي لافتا في فتوره في التعامل مع هذه القضية. ما تفسيرك لهذا الفتور العربي؟ التفسير المنطقي والواضح هو أن هذه الأنظمة متواطئة مع إسرائيل بشكل أو بآخر. ألا ترى أنهم كلهم يتحدثون عن الحرب على الإرهاب، وإسرائيل منذ 60 أو 70 عام
وهي تتحدث عن الحرب على إذن إسرائيل وهذه الأنظمة تقاتل نفس العدو. بما أنها تقاتل نفس العدو فهي تشترك في القضية الكبرى الوجودية، وهي قضية وجود إسرائيل من جهة ووجود هذه الأنظمة اللاشعبية واللاشعبية والتي جاءت إما بالدبابة وإما بالنطفة المقدسة. في هذه الأحوال من طبيعي جدا إذا أن هذه الأنظمة حتى ما كانت فيه أحيانا من استياء أو من استنكار لا يقي ولا يسمن، إلا أنها حتى هذا لم تعد تقوم به، هي ملتهجة بضبط شعوبها، بقمع شعوبها، بخنق شعوبها، وبالصراع حول السلطة بين الأطراف وبين الأجنحة المختلفة داخل الأسر وداخل مجموعات العسكر. هذه الأنظمة هذا هو دورها الرئيسي. بالنسبة للشعوب، أي شعب تريد أن يتحرك؟ هل شعب الموصل الذي ذبح منه أكثر من 40,000 بطائرات التحالف بما فيها طائرات عربية وبميليشيات إيران على الأرض؟ أم حلب؟ أم الفلوجة؟ أم صنعاء وعدن؟ أم طرابلس وبنغازي؟ الجميع حتى أولئك الذين لا يذبحون شعوبهم مباشرة كلهم تحت الحذاء الحاكم وتحت حذاء قذر شديد القذارة مدعوم داخليا وخارجيا لكل ألم. نعم، يعني هذا الأمر يعني في ضوء ما يحدث الآن أستاذ محمد العربي زيتوت في فلسطين والقدس، يعني إلى أي درجة مرشح استمرار هذا الموقف العربي الرسمي برأيك؟ إلى مزيد من السوء، فتسوء الأحوال في الأشهر القادمة وربما في السنوات القادمة قبل أن تنقشع الأمور. ستسوء الأحوال إلى درجة أن أكثر العواصم العربية، لم نقل كل العواصم العربية، بكل أسف أقولها وبكل ألم وبكل غضب، ستشهد حروب وستشهد اضطرابات وستشهد فوضى عارمة، لأن الأنظمة وبدعم خارجي مباشر قررت أن تبقى وتحت شعار نحكمكم أو نذبحكم. ما يقوم به سيسي مثلا في مصر هو مثال قائم لكل باقي الدول. كل هذه الأنظمة لم تعد تعترف بشعوبها وأصبحت فقط تأخذ الشرعية والدعم من القوى الكبرى، والقوى الكبرى تريد أن تظل هذه المنطقة مكبلة أسيرة كسيحة يحكمها الاستبداد والطغيان حتى لا تعود لصناعة التاريخ ولصناعة الحدث كما ظلت أو كما كانت لأكثر من 1000 عام. نعم، دكتور عبد الله الغيلاني في مسقط، تحدثت قبل قليل عن التطور التاريخي الطبيعي للقضية الفلسطينية ووصولها إلى هذه المرحلة. هل هذا التطور التاريخي هو يترافق مع تحول تاريخي في مواقف الدول العربية وصلت بموجبه إلى قناعة تامة من نفض اليدين من القضية الفلسطينية مثلا؟ بالنظر إلى ميزان القوى القائم في المنطقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاتكاء على النظام العربي الرسمي. النظام العربي الرسمي القائم اليوم يتسندل حول قضية واحدة وهي المحافظة على هذا الأمر الواقع، ستيتس كو. يعني الهم الأول لكل نظام عربي تقريبا اليوم في هذه المرحلة هو يعني مجابهة عملية تغيير، أي تغيير حقيقي، أي تغيير ديمقراطي، أي تحول نحو مشاركة شعبية حقيقية في يعني صياغة النظام السياسي. النظام الرسمي العربي قاطبة يتفندق حول هذه القضية. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هذا النظام العربي الرسمي اليوم أصبح متماهيا مع التوجهات الدولية، وبالتالي أنا حقيقة لا أرى أي أهمية للتعويل لا على مجدان القوى الإسرائيلي، من في الحكم ومن في المعارضة ومن تقدم ومن تأخر. هذه مسألة ينبغي أن لا نشغل بها كثيرا، لأن انعكاسات هي انعكاسات إجرائية وليست استراتيجية. وكذلك يعني المزاج العالمي، المزاج السياسي العالمي، منذ متى كان المزاج السياسي العالمي ينتصر للحقوق العربية والقضية الفلسطينية تحديدا؟ إذا ما ينبغي أن نعول أيضا، يمكن أن يستفاد من هذا الوضع أوداد، يمكن أن يعني تلعب يعني قوى المقاومه الفلسطينيه على بعض التناقضات على ان لا تعول عليها كثيرا على المستوى الاستراتيجي. النظام العربي اليوم في المشرقي والمغربي وفي الخليج وفي كل يعني انحاء المنطقه العربيه يعيش حاله من التكلس والانهيار والتراجع، وهذا النظام قد اخذ الان
يعني قطع مسافات طويلة جدا، قطع أشواط بعيدة جدا في اتجاه ليس تسوية القضية الفلسطينية. حتى المشاريع التي كانت مطروحة منذ 10 سنوات أو 15 سنة لم تعد قائمة اليوم. اليوم هو المطروح تصفية المقاومة، تصفية القضية الفلسطينية على النحو الذي يؤمن الأمن القومي أو الأمن الوجودي لإسرائيل. حائط الصد كما أشرت قبل قليل الرئيسي أمام هذه التسوية أو صفقة القرن كما يطلق عليها هي منظمة حماس من ناحية، وهذه الروح الجهادية التي تنبعث في الشعب الفلسطيني وفي الرأي العام العربي. إذن ما ينبغي نحن أن نعول على النظام الرسمي العربي. أقول شيئا رئيسيا في هذه المسألة، وحماس تعترف بهذا. يعني ليس في أجندة حماس اليوم أن تقوم بتحرير فلسطين والقضاء على هذه يعني النبذة الصهيونية، لا تستطيع حماس عمليا أن تفعل ذلك. ولكن حماس اليوم تقوم بمهام معينة. أول هذه المهام يعني تولد هذه الروح الجهادية في الشعب الفلسطيني وتخرج لنا هذه الأجيال التي تتلبس بهذه الروح الجهادية، تلقي بنفسها إلى الموت ولا يعني سؤال. المسألة الثانية التي تقوم بها حماس هي أنها تعطب مشاريع التسوية. يعني تصور فلسطين بدون حماس اليوم، منظمة التحرير وعلى رأسها فتح، يعني تم الانتهاء منها خلاص، يعني أخذت إلى يعني المسارات التي يراد لها أن تكون فيها. نعم. اليوم الذي يعطب يعني صفقات التسوية هي حماس. فأقول أن لا يمكن أن يعني نحدث اختراقا في يعني على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي ما لم يحدث. نعم. تحول ديمقراطي في النظام العربي. نعم. هذه قضية مركزية جدا. نعم دكتور عبد الله. المتضرر الرئيس أكمل هذه الجملة، المتضرر الأول من الثورات العربية كان إسرائيل، وبالتالي فقد سارع إسرائيل كما رأينا إلى إطلاق. نعم. وإعطاب واستئصال هذه الثورات. نعم أستاذ صلاح، يعني في ضوء متابعتك للشأن الإسرائيلي، ما هي الخطوة المتوقعة المرشحة لأن تتخذ في الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بالقدس والأقصى في المرحلة المقبلة؟ وفق تقدير الموقف الذي قام به رئيس الحكومة الليلة، وكان الساعة 8 في وزارة الدفاع المسمى الكرياء، سمع إلى كل وجهات النظر من الأجهزة التنفيذية في الدولة، وما زالت حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي قرار جديد تجاه القدس، غير أنه تم استنفار الجيش وإلغاء الإجازات، وتم استنفار 5 كتائب للجيش لترابط غدا في مواجهة التحركات الفلسطينية استعدادا لمواجهات نفير الفلسطينيين. إذن حتى هذه الساعة هناك شد للحبل لآخر درجة من قبل حكومة الاحتلال، وهي تنظر حولها وترى ردات الفعل العربية وردات الفعل الإسلامية وتدرس موقفها في كل لحظة. عندما يجتمع رئيس الحكومة حكومة الاحتلال في وزارة الدفاع في الكرياء المسمى الكرياء عندهم، هذه فقط في حالة الحرب. يجتمع الحكومة هناك فقط عندما كانت حرب مع غزة أو حرب مع لبنان، هناك فقط تجتمع الحكومة، لكن في مناسبات أخرى لا يتم اجتماع الحكومة في الكرياء، وهذا يؤشر على أن الحكومة مستعدة لحرب، وأن ما تم من إجراءات تجاه الأقصى هي إجراءات مدروسة ومخطط لها، وهي مرحلة يريدون اجتيازها. بل مساء اليوم كتب كاتب في جريدة هارتس أن نتنياهو في هذه المرحلة يريد أن يفرض على العالم دولة إسرائيل دولة يهودية ودولة احتلال ودولة استيطان. هذا ما يريد نتنياهو أن ينجزه من خلال حراكه واتصالاته مع العالم في هذه الأزمة. وبالتالي المسألة جد خطيرة. هذه المرحلة إذا لم يكسر الاحتلال فيها ويتراجع عن فرض هذه البوابات، فهو بالتالي قطع شوطا كبيرا باتجاه تهويد الأقصى وباتجاه تحقيق مشروعه من بناء الهيكل على أرضه. نعم أنا أعرف أستاذ محمد العربي زيتوت ستذهب، قبل ذهابك وقبل أن نذهب إلى الفاصل، يعني السؤال الأخير لك هو هل مسار الأحداث دفع إلى تأطير الصراع ما بين العرب وإسرائيل إلى صراع فلسطيني إسرائيل؟ بمعنى هل بات حمل المواجهة فقط على كاهل الفلسطينيين في هذه المرحلة المقبلة؟
وهذا ما أرادته الولايات المتحدة منذ مؤتمر مدريد وناصرها في ذلك الأنظمة العربية يومها، ونشوء ما يسمى بالسلطة الفلسطينية كان هدفه الأساسي هو أن يكون الصراع إسرائيلي فلسطيني، بمعنى إبعاد البعد العربي والإسلامي عنه، إبعاد 300 مليون عربي أو ما يزيد، وإبعاد أكثر من 1.5 مليار مسلم أو ما يزيد عن هذا الصراع. طبعا السلطة التي بدأت سلطة كل ما عليها وعليه أصبحت ميليشيا اليوم، عباس دوم يقول ميليشيا ليس أكثر في خدمة إسرائيل، وهو يتنافس مع دحلان من يقدم خدمات أكثر لإسرائيل، وبالتالي أصبحت هذه السلطة الفلسطينية تخدم أغراض الاحتلال، تثبت أغراض الاحتلال، تؤدي إلى ما يريده الاحتلال. ثم انضمت لها الأنظمة العربية الأخرى سرا أو علنا، والكثير منها أصبح اليوم علنا، بحيث أنهم لم يقولوا حتى كلمة، كثير منهم لم يقل حتى كلمة واحدة، يعني لم نسمع لهم حتى كلمة واحدة في انتقادهم لما يحدث اليوم في القدس. المعركة هي معركة الأمة جميعا. صحيح أن الفلسطينيين وهم الذين قدر لهم أن يكونوا في الواجهة، لكنها ستظل معركة الأمة جميعا. بل أقول أن كل إنسان حر في هذه الأرض سيقف مع الفلسطينيين، ونحن نجد غربيين كثيرين من منظمات وسياسيين وحقوقيين يقفون مع الشأن الفلسطيني، ولقد رأينا ذلك حتى في الجامعات، وطلبة الجامعات هنا مثلا في بريطانيا أكثر طلبة الجامعات يقفون مع الحق الفلسطيني، لأنهم يعرفون ولأنهم ما زالت عقولهم لم تتلوث كما يلوثها الإعلام الصهيوني. نعم، محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، أشكرك شكرا جزيلا. فاصل أخير ومن ثم العودة لاستئناف ما تبقى من الحلقة. أسعدكم الله مشاهدينا الكرام، نحن معكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم من حديث العرب التي تبحث في تداعيات إغلاق سلطات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى والتصعيد في القدس. دكتور عبد الله الغيلاني في مسقط، حدث مثل هذه المواقف أو الوضع العربي المتردي في فترات تاريخية سابقة يعني أكثر من مرة، ثم بعد ذلك عاد العرب إلى الساحة مجددا. هل القدس برأيك والأقصى ما يحدث فيه الآن إلى أي درجة يستطيع أن يعيد صياغة العلاقات العربية البينية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة وخصوصا بشأن القدس تحديدا؟ نعم، أنا كما أشرت يعني غير مرة في هذا الحديث وفي أحاديث سابقة أنه لا يمكن يعني التعويل على يعني الحالة العربية الراهنة على المستوى الرسمي. النظام العربي الرسمي اليوم في هذه المرحلة ينظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها عبء استراتيجي على هذا النظام، يريد أن يتخلص من هذا العبء ويصفي القضية الفلسطينية على أي نحو من الأحكام. فالنظام العربي لا يمكن التعويل عليه، هناك ضغوط أمريكية يعني متزايدة جدا على النظام العربي كله، بحيث أنه يخطو الخطوات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يمكن يعني الاتكاء على هذا النظام العربي وخاصة في هذه المرحلة. نعم، حدثت أحداث على مستوى القضية الفلسطينية سابقة، ولكن ليس في هذه الظروف، الظروف اليوم مختلفة تماما، وهناك معطيات تعمل لصالح إسرائيل. إسرائيل اليوم تنتهز هذه الفرصة لتمرر كل هذه المخططات، وكما قلت الذي يقف حائط صد يصد هذه المخططات هو يعني الشعب الفلسطيني في الداخل، الرأي العام العربي والإسلامي في الخارج، وحركة المقاومة الإسلامية حماس في الداخل الفلسطيني، وأيضا بسبب حضورها السياسي خارج الساحة الفلسطينية. نعم، النظام العربي فلا يمكن أن يتكى عليه. سأعود إليك دكتور عبد الله لمناقشة ماذا يمكن أن يفعل الفلسطينيون، لكن قبل ذلك يعني أريد أن أسأل الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، العرب متفرقون، لا يبدو أنهم في طريقهم إلى الالتقاء مرة أخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يعني انتقد هذه الإجراءات الإسرائيلية بشدة وطالب بفتح الأقصى وطالب بتدخل دولي، وحماس موقفها معروف. هل هذا الوضع يمكن أن يؤسس لتوحيد المواقف بين الفلسطينيين أو إلى تحقيق تنسيق بدرجة عالية بين الفلسطينيين لمواجهة والرد على الإسرائيليين في للأسف هذه أحد الأبعاد المهمة التي شجعت الاحتلال على مثل هذه الخطوات هو هزالة الموقف الفلسطيني وتفككه الداخلي. لا أعتقد أن هناك رهان على وحدة موقف فلسطيني في وجه الاحتلال، رغم أن المسجد الأقصى هو أقدس قضية وأكثر قضية وأولى قضية أن توحد الفلسطينيين. اليوم الصحفي جال بيرجر كتب في تغريدة على التويتر أن الإذاعة الفلسطينية إذاعة حكومة محمود عباس، ووحدت البث مع عدد من الإذاعات الفلسطينية ودعت إلى النفير من أجل المسجد الأقصى واستعدادا ليوم غد. فرد عليه صحفي آخر قال إذا توحدت إذاعة محمود عباس مع تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس ساعتها خبرنا، يعني في أنا ذاك أخبرنا، لأن هناك استبعاد كامل من الطرف الصهيوني لأن يكون هناك وحدة فلسطينية في مواجهة الأقصى. فنحن صحيح نتحدث عن حكومة يمينية صهيونية كتحول وعن تفرق صف عربي وعن حرب على الشعوب وقتل الشعوب في المنطقة، لكن أيضا انقسام فلسطيني خطير. والأخطر من الانقسام وجود سلطة في أكثر منطقة ممكن أن تكون مؤثرة على الاحتلال وهي الضفة الغربية والقدس، وهذه السلطة ليست معنية بتصعيد موقف حتى في قضية مثل قضية الأقصى. وفي خلال الشهر الماضي مر حادثان مهمان جدا. سابقا عام 1987 فجر حادث مثلهما، فجر انتفاضة عام 1987 في 27 من شهر حزيران الماضي، قام مستوطن بدهس عائلة فلسطينية كاملة مع سائق السيارة، 6 أشخاص قتلهم شمال القدس، والسلطة الفلسطينية لم تسمح لأحد بالتظاهر، وقالوا كما رواية الاحتلال أنه حادث سير ولم يساءل المستوطن. أمس أيضا قام مستوطن بدهس 5 عمال قتلهم، سحقهم تحت شاحنته غرب جنين، وفقط طالبت السلطة بالاشتراك في التحقيق ليس أكثر، مع 5 جرحى آخرين. هذه الأحداث سابقا كانت تفجر انتفاضات ضد الاحتلال، ولكن هذه الأحداث الآن تحصل ويقتل الفلسطينيون والسلطة تضبط الشارع، وبالتالي الأقصى نفس الشيء يتم انتهاكه واقتحامه ووضع البوابات، والسلطة الفلسطينية ليست معنية بتصعيد وليست معنية برد على الاحتلال. دكتور عبد الله، سمعت يعني الفلسطينيون حالهم حال العرب، هم في هم الانقسام سواء. في ظل هذه الحالة ماذا بجعبة الشعب الفلسطيني لكي يقدمه في مواجهة الآلة الإسرائيلية الضخمة؟ أنا أتصور رغم هذا التنمر الإسرائيلي ورغم هذا الضعف العربي وهذه التراجعات يعني العربية، ولكني أتصور أن المخطط الإسرائيلي بالهيمنة الكاملة على الأقصى لن يحدث. قد تحدث هناك توترات، قد يحدث تصعيد في يعني الأيام القليلة المقبلة، ولكن في نهاية الأمر إسرائيل سوف تنتحر وتتراجع ولن تستطيع منازلة الشعب الفلسطيني في ساحة الأقصى. هذه مسألة أنا إلى حد كبير مطمئن لها، ليس على المستوى الوجداني العاطفي ولكن على المستوى يعني التفكير العملي الاستراتيجي. الآن ما الذي يمكن أن يقدم باختصار يعني شديد الأقصى وللشعب الفلسطيني؟ أولا على الشعوب العربية أن تضغط، خاصة العواصم المركزية، على الشعوب العربية أن تضغط على أنظمتها كي تقوم هذه الأنظمة بالضغط على الولايات المتحدة التي يمكن أن تضغط بدورها على إسرائيل كي تتراجع. هذه الأنظمة إذا شعرت أنها مهددة في الداخل وأن الشعوب لا يمكن أن تقبل بما يحدث في الأقصى وأنها يمكن أن تنتفض في الداخل وأن هذه الانتفاضات يمكن أن تتحول إلى انتفاضات ضد الأنظمة، يبدو لي أن الأنظمة إذا شعرت بهذا فيمكن أن تضغط على الولايات المتحدة التي بدورها يمكن أن تضغط على إسرائيل. هذا واحد، الضغط الشعبي العربي على الأنظمة سيتحول إلى ضغط يعني رسمي على واشنطن، سيتحول إلى ضغط رسمي أشكرك. على الكتيب. هذا سيفضي ربما، هذه واحدة. المسألة الثانية، أنا أحسب أن حركة حماس الآن في هذه المرحلة الحرجة وفي هذه اللحظة التي تمر بها التي يمر بها الأقصى، على حركة حماس أن تفعل شيئا. ما هو هذا الشيء؟ هم الذين يقررونه، وأن لا يتركوا الشعب الفلسطيني
يعني تنفرد به الآلة العسكرية الوحشية الإسرائيلية. أما حكومة رام الله فلا يعني يمكن أن تعقد عليها الأمل مطلقا. نعم نعم. دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من مسقط، أشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول بطبيعة الحال الأستاذ صلاح العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية ومعنا في الاستوديو، وكان قبل ذلك معنا من لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. شكرا لكم مشاهدين الأفاضل على كرم المتابعة، في حفظ الله ورعايته.